مرحبا، اهلا فيكم بقناتي. اليوم مع بعض رح فرجيكم كيف بنعمل التبوله ورح نعطيها نكهه كتير طيبه. خليكن معي. رح نحتاج بندوره او طماطم، بقدونس وبصل، لازم يكونوا مفرومين فرم صغير. بالنسبه للبرغل انا بفضل انقعه بشويه مي لحتى يطرى بشكل اسرع، فهون ضفت له شويه مي ورشه ملح وخلطتهم مزبوط، بتركن على جنب لحتى يمتص المي. هلأ رح ضيف الطماطم أو البندورة على البقدونس، بحركن شوي. وبالنسبة للبصل أنا ما رح حط دغري، أول شي رح حطله بهارات، عندي هون شوية قرفة وفلفل أسود وكمون، حركن منيح مع البصل لحتى تتشبع النكهات فيه، وهيدي الخطوة مهمة لحتى تعطي التبولة نكهة كتير كتير طيبة. وبعدين بضيفه على بقية البقدونس والطماطم، هون عم ضيف شوية ملح وعصير الحامض وزيت زيتون، وآخر شي بضيف معلقة صغيرة من النعناع اليابس. بحركن منيح، وهلأ صار وقت أن نضيف البرغل وبحركن كتير منيح لحتى يتجانسوا مع بقية المكونات ويتنكهوا منهم. وهيدي هي الوصفة. هلأ ما إلي غير اسكبهم بصحن التقديم. أنا بحب حط شوية خس، بسكبهم كلهم. وللتزيين رح استعمل حبة طماطم، رح استعمل القشر تبعها، رح شيلها الراس، وبعدين رح أقشر قطعة صغيرة من القشر بهالشكل بشكل دائري. ولما تنفصل عندي القطعة عن حبة الطماطم رح لفها بشكل دائري لحتى تعطيني شكل وردة، وبحطها بوسط صحن التبولة، وأكيد فيكن تزينوها بشرايح من الحامض. وهيك صار صحن التبولة جاهز للتقديم. بتمنى تكونوا حبيتوا الوصفة لليوم. إذا عجبكن هيدا الفيديو اعملوا لايك، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتشوفوا فيديوهات الباقيين، وأكيد ما تنسوا تتابعوني على السوشيال ميديا، وأنا بشوفكن بفيديو تاني. باي.